تحت رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، تنطلق غدا ولمدة 3 أيام متتالية أعمال الدورة 18 من مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي يتبنى شعار الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة، الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي. هذا المؤتمر الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين، يأتي في إطار التشجيع على الاستثمار وتحفيز بيئته داخل محيط ريادة الأعمال والابتكار الرقمي والثورة الصناعية وتحجيم ما يرافقها من تحديات قد تثنيها عن إحداث نقلات نوعية في متنوع القطاعات الحيوية.